طبعا في لغط على موضوع انه اي حد يخش الكلاود والديف اوبس لازم يكون كان في النيتورك، ولازم يكون واخد سي سي ان اي، ولازم يكون واخد مش عارف الكلام ده كله. اي حد جاي من خبره نيتورك او من خبره ستورج او من خبره سيرفرز او من خبره اوبريتنج سيستم، لما يخش في مجال جديد في الاي تي اكيد اللي فات هينفعه اكيد. فدي نقطه الناس يعني الناس فاكره ان انا مختلف فيها، انا مش مختلف فيها. بس هي النقطة لما أنا بقول للناس، خصوصا الناس اللي لسه بتدرس الاي تي بتاع التسعينات، يعني أنا لما بديت في الاي تي كان موضوع السي سي ان اي دوت هو دوت بقى اللي هو زي ما بنقول عليه في مصر فرخة بكشك، ده هو الحاجة أحسن حاجة تتعلمها في الدنيا. لكن وأنا اشتغلت في سيسكو نفسها أحسن شركة في النيتورك، اشتغلت فيها في سنة 2006 و2007 في دبي، وكان ساعتها هم بيقولوا يعني الشركة نفسها جوه الشركة نفسها كانوا بيقولوا لنا في خلال 15 سنه، يعني احنا بنتكلم عن 2006 2007 وما كان بنتكلم عن 2021 22، نتورك هتبقى كوموديتي. ايه يعني كوموديتي؟ يعني زي بالظبط لما احنا بنروح نشتري جبنه من السوبر ماركت، لو هي معلبه بشتريها بقى، كانت معموله في مصر، كانت معموله في تركيا، كانت معموله في لبنان، كانت مش عارف، خلاص هي نوع الجبنه اللي انا عاوزه، هو جبنه فيتا مثلا او هي جبنه حلومي مثلا، فخلاص انا باخدها وبمشي. يعني في براند معين انا مرتاح له، اه بس لو البراند ده رفع السعر باخد من حد تاني. كوموديتي معناها ان النتورك ما بقتش حاجه حرجه ان هي لازم تتاخد من شركات البراندات. وده واقع من سنين، مش من 2021 22، في فيسبوك مثلا عندهم جايبين هاردوير كده وحاطين عليه هم السوفت وير، هم اللي عاملين السوفت وير بتاع الراوتنج، مشغلين النتورك عندهم، لا سيسكو ولا بتاع، ليه ادفع يعني عشرات الملايين وادفع العقود بتاعت الصيانه وكل 4 5 سنين يقول لا دي ما بقتش موجوده، لسه في فيرجن جديد اشتري تاني. فالحته بتاعت اي حد بيقول لكم انك انت لازم تاخد سي سي ان اي ولازم تاخد ام سي اس اي ولازم تاخد الكلام ده كله، اسالوه سؤال بسيط جدا، ليه؟ يعني ما تقوليش انك انت عشان تبقى قوي في الاساسات، لا انسى انسى الاساسات دلوقتي، كل حاجه ليها اساسات مختلفه. اللي بيتعلم ماشين ليرنينج الاساسات بتاعته مختلفه تماما عن اللي هيبقى نتورك انجينير، مختلفه تماما عن اللي عايز يخش في الكلاود، مختلفه تماما عن اللي عايز يبقى بروجرامر. فما تقوليش اساسات. وفي حد تاني برضو كان بيرد يقول انه علم العلم ما بيضرش، صح؟ ما انا ممكن اخش كليه الطب، انا مهندس اي تي بس اخش كليه الطب واتعلم علوم الطب، هل ده هيضرني؟ مش هيضرني، بس هاخد فيه وقت قد ايه ومجهود قد ايه؟ لو خدت الوقت والمجهود ده حطيته في الاتجاه الصح هل هيفرق معايا؟ طبعا. يعني انا ممكن اروح للدكتور، ممكن اكلم حد قريبي دكتور اساله لو انا تعبان او حاسس بحاجه، لكن مش محتاج ان انا اكون دكتور عشان اشتغل في الاي تي، يعني مش منطقيه ابدا. فهو الحته بتاعه السي سي ان اي علم كويس، ولكن في الكلاود حصل تجريد. لما نبدا في الحته بتاعه الاي دبليو اس ان شاء الله، ولو معانا اي حد حضر الحاجات دي بتاعه سي سي ان اي والكلام ده كله، هيلاقي ان هو 5% من المعلومات اللي خدها ممكن يحتاجها في الكلاود، 10% ان طارت. طب وال90% اللي انت حاشد دماغي بيهم دول ومش هستخدمهم تاني؟ فده اللوجيك، الدنيا بتتطور، في ناس بقى عقولها حجريه او عندها مصالح بتتكلم في الحاجات دي. طيب احنا لما عملنا الاي تي فاندمنتالز عملناه ليه؟ لان انا دخلت في الكلاود، انا جاي من خلفيه كنت في النتورك، قعدت حاجه 20 سنه في النتورك، وصلت لاعلى شهادات في موضوع النتورك من شركه سيسكو. بس لما دخلت في الموضوع بتاع الكلاود لقيت ان في تجريد كتير، في حاجات كتيره استخبت كده، كانهم جم حطوا الانفراستراكشر البنيه التحتيه بتاعتهم فرشوا فوقيها غطا انا ما بشوفوش. يعني لغايه النهارده اتحدى ان اي حد مش شغال جوه اي دبليو اس او اجور او جوجل كلاود يدور على اي حاجه في الانترنت بتقول ايه انواع او ايه اجهزه النتورك اللي راكبه في الكلاود دي. لو ما كانش حد من جوه مش هيعرف. وده معناها ان اهميه المعرفه دي ما بقتش موجوده. فطالما اهميه المعرفه ما بقتش موجوده، معناها انك انت مش فارق معاك بقى، احنا 90% من الحاجات دي احنا بنعملها لك. فانت محتاج تعرف ازاي تستخدمها. والكلاود يا جماعه، في ناس الناس خصوصا اللي هي الناس التكنيكال اللي جايه من خلفيه في الاي تي، احنا تعودنا في الاي تي القديم ان احنا نعرف تفاصيل كل حاجه، لان في واحد ماسك حته النتورك دي المفروض يبقى هارسها من اول ما بيفتح البوكس لغايه لما يعلق الجهاز لغايه لما يوصله بالكابلات لغايه لما يظبطه ويسطبه والسبورت والمشاكل والكلام ده كله. الكلام ده مش موجود في الكلاود، ولا حد فينا هيقدر
في يوم من الايام انه يخش على نتورك او سويتش او جهاز شبكه موجود جوه الكلاود بروفايدر ويعمل عليه حاجه. مستحيل. لو ما كناش شغالين جوه التيم اللي جوه الكلاود بروفايدر اللي خاص بالنتورك مش هنوصل اصلا للاجهزه. فحته التجريد دي معناها ان انا في علم 90% انا ممكن اتعلمه واقعد فيه 3 4 5 6 شهور وادفع $250 او $300 عشان امتحان هاخده، وبعدين اجي اخش في الكلاود الاقي ان انا بس بستخدم 10% منه. طب ما ده تضييع وقت. طب انا الثلاث اربع شهور دول، 5 شهور، ال6 شهور دول، طب ما انا كنت وجهتهم في الكلاود، خدت لي شهادتين ثلاثه، يبقى انا كده على الاقل بقيت فاهم كلاود كويس وبقيت سيرتيفايد في الكلاود. فده منطق، لكن في ناس رافضاه للاسف. فالحته اللي احنا ما فيش غنى عنها لازم نعرفها، هي حته مقدمه للنتوركينج، مقدمه مش السي سي ان اي او السي سي ان بي او الكلام ده كله، وحته الفهم بتاعه الاي بي ادريسز ومقدمه للراوتر. هل ده هيخليكم خبراء في النتورك جوه الكلاود؟ لا، مش ده الهدف. الهدف مش ان انا احولكم لخبراء في النتورك. لو انا بخليكم نتورك انجينيرز كنت هقول لكم روحوا خدوا سي سي ان اي وروحوا خدوا سي سي اي اي كمان وسي سي ان بي عشان تبقوا عتاوله. ده لو انا عايز اوجهكم في الاتجاه ده. طب انتوا ما خدتوش العلم دوت، ما انتوا مش هتبقوا، يعني انا مش هبقى دكتور. هيفرق معايا ايه ان انا ما خدتش التشريح بتاع جسم الانسان وما اعرفش انواع البكتيريا اللي ممكن تهاجم الدم وانواع التحاليل وانواع الادويه؟ هتفرق معايا في ايه لو انا ما عرفتهاش؟ انا مهندس، انا شغال مهندس بتاع كباري، مهندس مدني. يفرق معايا ايه علم الطب؟ طب في حته مهمه في الطب بتقول لك انك انت كمهندس مدني لو وقفت في الشمس ممكن يحصل لك ديهايدريشن وبعد كده ممكن يجي لك ضربه شمس وممكن تقص. اه ماشي تمام. الحته دي انا هعرف، المعلومه دي انا هعرفها وهشرب ميه كتير وهغطي نفسي وهحاول اني ما اقفش في الشمس فترات طويله وهحاول ان اشرب عصاير وجيتوريد والحاجات بتاعت الرياضه دي عشان تعوض لي الاملاح اللي عندي في الجسم. بس ده اللي انا محتاجه. انا بقى في الكلاود هو ده اللي انا محتاجه. حد فيكم دخل في الكارير بتاع الكلاود ولقى كان شركه كبيره وقالوا له احنا عايزينك كمان تشيل حته النتوركينج بتاعت الكلاود معاه؟ تمام، اروح ساعتها اعرف تفاصيل البروتوكول بتاع البي جي بي، اعرف ازاي ان انا يعني افهم يعني ايه ستاتيك راوتينج بالتفصيل، ازاي بعمله عشان حصدت بالاون بريمسز اللي هو الداتا سنتر سايت. انا لو عرفت الكلام ده خلاص. طب انا مشيت شويه قدام في الكلاود وبعدين جات الشركه قالت لي احنا على فكره عندنا في الكلاود في مايكروسوفت اكتيف دايركتوري دومين وانت هتبقى مسؤول عنه. تمام، على راسي من فوق، اروح اقعد لي شهر شهرين افتح الحاجات بتاعت المايكروسوفت ويندوز سيرفر والاكتيف دومين والسيت اب واخدهم. يعني انا ماشي في سكه، انا رايح ماشي من القاهره رايح على اسوان مثلا. تمام، انا في الطريق وانا رايح، انا هدفي رايح اسوان، فانا ايه اللي انا عملته؟ عبيت البنزين بتاع العربيه، حطيت معايا شويه سناكس وشيبسي وعصاير ومشيت. جيت بعد ساعتين ثلاثه اربعه لقيت ان المؤشر بتاع البنزين 1000. مش غلط ابدا ان انا احول اعدي على جاز ستيشن اعبي محطه بنزين، اعبي بنزين، اجيب عصير، اجيب كوبايه شاي، اجيب كوبايه قهوه واكمل. ده الهدف. الهدف بتاعنا ايه؟ الهدف بتاعنا نكون في الكلاود. الهدف بتاعنا نكون في الحته بتاعه الديف اوبس. الهدف بتاعنا بعد الكلام دوت او معاه حسب او قبله حتى حسب الاولويات ان انا اروح للاي اي والماشين ليرنينج وهروح للديتا ساينس. حد بقى يقول لي انا اخد مقدمه سي سي ان اي وام سي اس اي ليه لو انا رايح للماشين ليرنينج وديتا ساينس؟ لو انا رايح للحته بتاعت الكلاود ومش هبقى بتاع نتورك، انا مش عايز ابقى بتاع نتورك، اخد السي سي ان اي ليه؟ تفرض عليا ام سي اس اي ليه؟ يمكن الانفايرمنت اللي انا شغال فيها كلها سوفت وير ديفلوبمنت تكون شغاله لينكس، فانا ليه؟ والاتجاه كله دلوقتي في الكلاود، في الحته بتاعت الماشين ليرننج، في الاي اي، في الداتا ساينس، في البيج داتا، في الاناليتكس، في الكلام ده كله، ان انا اشتغل على لينكس مش على ويندوز، في الكونتينرز، في الكوبرنيتس، في الكلام ده كله، ان انا اشتغل على لينكس. طب ما اروح للينكس احسن لي، يعني لو انا هتعلم نظام تشغيل اتعلم اللينكس، احتجت بعدين بنزين مايكروسوفت اخد بنزين مايكروسوفت في الطريق. فده اللي الناس ما بتستوعبوش او مش عايزه تستوعبه. يعني لغايه النهارده الناس تقول لي طب يا باشمهندس يعني انا اخد سي سي ان اي ديت ولا اخد سي سي ان اي دي؟ يا عم ما تفهموا بقى انا بقول ايه؟ انا بقول اتجاه النتورك ماشي الناحيه دي. النتورك دي اللي رايح اسكندريه ياخد النتورك. احنا مش رايحين اسكندريه، احنا اتجاهنا رايحين اسوان. الاي تي اتجاهه رايح في الحاجات ديت زائد السايبر سيكيورتي. طبعا البروجرامنج برضو موجود معانا. دي الحاجات الهوت في الاي تي. فانا هروح للحاجات اللي ما بتدفعش كتير واللي وظائفها مع الوقت هيبقى عليها تنافس شديد جدا فالمرتبات بتقل.
فلو انا ماشي في الاتجاه دوت اخد بقى ليه الثلاث او الست او 9 شهور؟ يعني واحد من الناس اللي دايما تخش تشتم فيا في اليوتيوب، ودايما بيديني ديسلايك في بتاع دوت، انه يقول لي ان لا ده في امريكا لو حد عاوز يبقى في السوفت وير ديفايند نتوركينج لازم ياخد الاي بلس، ولازم ياخد النتورك بلس، ولازم ياخد السكيورتي بلس يخرب بيتك، ولازم ياخد ايه تاني السيرفر بلس. طب ده كل دي مقدمات، ده عبال ما ياخدهم ويخلصهم ادي سنه راحت. طب ما احنا في سنه ممكن نخليه يشتغل جونيور في الاتجاه ده، ليه اضيع وقت ده كله؟ وبعدين السوفت وير ديفايند ايه؟ سوفت وير ديفايند نتوركس. طب ما هي نتوركس، ومين اللي بياخد الاس دي ان؟ شغل الاس دي ان الكبير مين اللي بياخده؟ بياخده السيرفيس بروفايدرز، اتصالات، فودافون، اورنج، مش عارف مين، هم دول اللي بياخدوه عشان يروحوا للشركات يقول لهم احنا هنعمل لكم النتورك وهنظبط لكم وهنوصلكم بالداتا سنتر وهنوصلكم كل حاجه، ادفعوا لنا فاتوره شهريه. في شركات من دي محترمه بتدفع مرتبات كويسه، وفي كتير منهم بيدفعوا مرتبات زباله. يعني حاجه زي كده هنا مثلا موجوده في الامارات، اتصالات ولا دول الكلام ده كله 3000 درهم 4000 درهم، الواحد ما يعرفش حتى يعيش في شقه بتاعته لوحده. فانا قلت بس الكلام دوت عشان للاسف انه في ناس في صخور جوه دماغها مش عايزه تتحتح، سواء كان لمصلحه او لان انا لا 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 انا في فلان الفلاني دوت اللي على اليوتيوب اللي عنده 200 الف متابع ده بيقول كذا خلاص انزل. طب سواء عيسى ولا غير عيسى، روحوا دوروا، الانترنت مفتوح، شات جي بي تي موجود للترجمه، دوروا اكتبوا بالعربي اللي انتوا عاوزينه، قولي له ترجم لتشات جي بي تي ترجمه بالانجليزي، خد اللي بالانجليزي حطه في جوجل سيرش ايه اكتر الوظائف المطلوبه في الاي تي، اخد الكلام دوت هيطلع لي بالانجليزي، اخد اللي بالانجليزي احطه في الشات جي بي تي اقول له ترجمه للعربي، هقدر اعرف لوحدي. للاسف في كسل، يعني في كسل واعتماد على ان الناس تقول النصيحه ونمشي عليها حتى لو بيغرقونا، مش طبيعي مش طبيعي. انا لما انا بقول لكم نصيحه قولوا لي طب باشمهندس جبت الكلام ده منين؟ انا لو انا واثق من نفسي وعارف ان انا جبته من مصادر صح مش هزعل، لو انا بفتي هتنرفز بقى وعصب عليكم واقول لكم انتوا بتكذبوني ما تثقوش فيا، لا لو سمحت اطلع من القناه، لا لو سمحت مش عارف ايه، نبدا نشتم في بعض بقى والحاجات الهبل اللي بتحصل. مقدمه بسيطه بس انا كعادتي بفصل كتير عشان تبقوا عارفين الدنيا رايحه فين، وعشان تعرف الفيديوهات اللي بحطها بحطها ليه، لان في ناس فاكره ان انا بعملها عشان اقطع في ارزاقهم وعشان امشي البضاعه البايره اللي عندي. هو ده اللي بيقولوه للناس اللي بيوصلني، يعني ان باشمهندس انت بتقول الكلام ده عشان تمشي الكورسات بتاعتك، رغم اني بقول يعني الاتجاهات دي الداتا ساينس الماشين ليرنينج الاي اي سايبر سكيورتي انا مش منزل فيهم كورسات اساسا. فازاي هكون ماشي البضاعه بتاعتي وانا دلوقتي بقول للناس روح المجالات، واهم من الكلاود والديف ابس الاي اي والماشين ليرنينج والداتا ساينس ومستقبلهم افضل، ولكن هيحتاجوا منكم تخشوا في البروجرامينج و و و تتعلموا رياضيات الماث والاستاتستكس والبروبابيلتي والكلام ده كله، فبتبقى مش اي حد يخش فيه. يعني عايز حد ياخد خطوه كده يبقى في الاي تي وبعدين يطور نفسه للحاجات دي. طيب ما علينا، بعد المقدمه دي محمد عندك سؤال اتفضل. السلام عليكم. محمد جد الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. والله انا كان حاجه يعني كنت حابب اضيفها للكلام اللي حضرتك بتقوله. انا خريج اتفضل. تجاره 99 وشغلي كله في مجال الحسابات والكلام ده وما يخص البرمجه وكل حاجه ليها علاقه. دي هوايه واخدها فريلانس من زمان. يعني ما شاء الله الملاحظه عليك. اللي انا شايفها، الله يبارك فيك، يعني الملاحظه اللي انا شايفها لما باجي ابص على اللاندسكيب الكبيره من اول لما طلع الكمبيوتر نفسه من زمان، بدايه الاربعينيات التسهيل دي، اساسا مفيش حد عنده قانون يقدر يقول المفروض نعمل كذا ونعمل كذا. لا، هو كل فتره الناس تجتهد توصل لحاجه تبدا تطبقها، تقابلهم مشكله يحاولوا يلاقوا حل للمشكله دي. فالمبدا ماشي بروبلم سولفينج من الاول لكل حاجه. ايام طبعا بقى عم الان طبعا تورينج، بعد كده هوب شويه لغه كذا، هوب بعد كده لغه كذا. يعني قبل السي كان في ثلاث اربع لغات بنفس صح المبدا. هوب دخلنا في الاوبجكت اورينتد، مره قلنا او او بي ومره او او دي، بعدها بشويه طلعت حاجه تانيه. فاحنا حاليا ناخد مثلا الحته الفيز الترند اللي طالع بتاع الاي اي اللي بقاله كذا سنه ده. الاي اي ده بدا، انا كل الكلام ده تاكيدا من كلام حضرتك، ان البيبر اللي طلعت في 2017 هوب الناس بعديها انطلقت على اللانجوج موديل دب 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 على طول. ففعلا فكره ان الواحد ياخد الكلام بالطريقه دي، انا بصراحه يعني
ما اقصدش يعني حضرتك والله، بس الاخوه الموجودين على سواء اليوتيوب او الفيس، انا بحس ان هم عاوزين يحطوا شويه قوانين، محدش يسمع لفلان الا غير لما يكون معاه الخبره الفلانيه، المعلومات الفلانيه، يدرس الحاجات الفلانيه، والا ما تسمعش منه. اكنه خايف ان حد يدخل السوق، سواء بقى بيدي كورسات، بيدي عفريت ازرق، بس محدش يقرب للحته دي الا غير لما يكون معاه الصك اللي بيقول ان هو معاه كذا ومعاه كذا، انما مش معاه الحاجات دي لا ما تسمعلوش. فبالتالي الناس اللي لسه جداد بقى في السوق، داخلين بقى حاسبات لسه هيدخلوا عاوزين يتعلموا، هو مش عارف اصلا ايه اللي المفروض يعمله ولا ما يسمعوش، فالناس بقى بتقعد تدب في بعضيها بقى من الحته ده. بصراحه الملاحظه العامه اللي انا شايفها من كل الزملاء يعني. بس ده اللي حبيت ان انا اضيفه. جزاك الله كل خير، بس هو في الاخر العيب على المتلقي يا محمد. لما حد يقول لي انك انت لا خد بالك، يعني في واحد رد على احد الفيديوهات اللي على اليوتيوب، قال لي يا عم كلاود مين وبتاع مين، لا ده في حاجه دلوقتي معتمده على البلوك تشين هي دي البتاع ده، انت الكلاود والديف اوبس اللي انت بتتكلم فيهم دول انا ما اشتريهمش بفلس. طيب واحد قال لي الكلام ده وكتب لي كلمه مصطلح في النص، انا المصطلح ده ما اعرفوش، فعملت انا هل ارد عليه بقول له انت يعني نخش بقى في بعض نبدا نشتم في بعض ونقطع في بعض وانت حمار وانا حمار ومين فينا احمر والكلام ده كله، اللي هو الديدن بتاع للاسف معظم النقاشات اللي في الوطن العربي. لا خدت اللي هو كتبه دوت، الكلمه اللي هو كتبها ديت، ورحت بحثت عنها، ولما بحثت عنها لقيت ان هي لسه فكره زي ما الكلاود كانت في 2009، ان بيقولوا بدل ما نروح للبروفايدرز والبروفايدرز هم اللي يمسكوا الريسورسز ويبقى السيرفرز كل حاجه من عندهم، طب ليه ما نخليش، طب ما محمد عنده سيرفر في البيت صغير ونصيب عندها سيرفر في البيت صغير ومحمد علوي عنده سيرفر في البيت صغير وابراهيم عنده سيرفر او سيرفرين في البيت كان بيلعب عليهم جيمز والكلام ده كله، يعني في كومبيوت ريسورسز مصادر ممكن تستخدم في الحوسبه موجوده عند الناس، طب ليه ما نأمنش زي الحته بتاعه البيتكوين والكلام، ليه ما نعملش مايننج نعمل بروسيسنج عند الناس ونأمن الداتا بحيث ان يبقى ما فيش حد بيتحكم فيني، يعني ممكن انا اصحى الصبح الاقي نفسي ان انا ماليش نفس اشتغل اروح شاري لي 3 4 سيرفر حاططهم تحت المكتب وحط عليهم مروحه واوصلهم بالانترنت واقول للناس انا عاوز اشارك يا جماعه وتدفعوا لي فلوس على استخدام الاجهزه بتاعتي. فبيتكلم على فكره بتطرح قد تلقى صدى في الحته بتاعت اللي هو المايننج بتاع البيتكوين اللي هو كريبتو كرنسي مايننج، ان هم يطلعوا يعملوا البروسيسنج اللي بيطلع ارقام والاكواد بتاعت الكريبتو كرنسي اللي هي العملات المشفره. فدي فكره قد تلقى قبول بعد 15 سنين وقد لا تلقى. فهو مش فاهم، يعني هو واضح ان هو سمعها من حد فراح بدا زي الببغاء يكررها، ما لم يبحث في الموضوع. وانا دورت على الموضوع لقيت ان هو بالظبط زي ما كانت الناس بتتخانق في 2009 و2010 على ان الكلاود مش سكيور وازاي هنحط الحاجه بتاعتنا كلها على الكلاود، طب ايه الستاندرز اللي هنستخدمها والكلام ده كله. الملخص ان العيب مش على اللي بيفتي، العيب على المتلقي اللي بتستقبل الفتوى وياخدها زي ما هي. يعني بيقول والله الراجل عيسى ده راجل شكله محترم وطيب وبتاع فخلاص انا هسمع كلامه. ليه؟ انا لم يعني لا انا انزلت ولا بينزل عليا وحي ولا الكلام ده كله، يعني ممكن اكون صح ممكن اكون غلط. خد الكلام مني قول والله الراجل ده كلامه منمق وبيوصل المعلومه كويس، ولكن انا دلوقتي هبدا استثمر في اتجاه هياخد مني فلوس ووقت وست شهور او سنه من عمري. طب ما اتاكد. ما بعرفش لغة، قلنا التشات جي بي تي موجود، في جوجل ترانسليت، في مليون ألف حاجة على الإنترنت. السيرش تبع بتاع جوجل موجود، ممكن أروح على التشات جي بي تي نفسه وأكتب له بالعربي إيه مستقبل موضوع الكلاود والديب أوبس؟ هل صحيح موضوع الكلاود والديب أوبس الوظائف بتاعته بتزيد ولا بتقل؟ طيب موضوع الشبكات أخباره إيه؟ طب أستثمر في الشبكات ولا أستثمر في الإي آي؟ ما نروح نتكلم في مليون ألف حاجة، لو أنا مش عايز أدور وكسلان التولز دي بتدور نيابة عني وتديني المعلومة. اه والله صح الكلام اللي طلع لي اهو واللي لقيته على جوجل سيرش واللي سالت الناس اللي حواليا واللي عيسى بيقوله كله متطابق، يبقى توكلنا على الله. اتوكلنا على الله بقى معناها ان انا اسد بقى وداني واشوف المصادر اللي تمشيني في الاتجاه ده. انا هعمل ايه؟ ايه الخطوات؟ ايه قبل ايه؟ طب الكورسات دي كويسه فين؟ لا والله انا مش عايز دولفين، انا هروح على يوديمي عشان ارخص. تمام، هدور على الكورسات ازاي؟ اسال اللي حواليا، اشوف الريفيوز اللي على الكورسات،
اشوف المواضيع اللي متغطيه، اروح على الويب سايت بتاع دولفين نت واقارن، الاقي مين احسن واروح اوفر فلوس. مش غلط، لقيت مصادر ببلاش توكل على الله. حط لنفسك برنامج او خريطه طريق وتوكل على الله وامشي فيها. هتضيع وقت؟ اه هتضيع وقت. انا هقول لك ان في التدوير على المصادر الثانيه هتضيع وقت، بس لو انت دي القدره الماديه بتاعتك توكل على الله. روح بص على اليوتيوب الفيديوهات اللي عليها ريفيوز كويسه. ادور كده، اجمع المصادر بتاعتي وخلاص، واحط جدول ان انا هذاكر ساعه في اليوم، ساعتين في اليوم، 3 ساعات في اليوم. واقفل وداني بقى من المفتيين الجداد. انا خلاص بحثت وعرفت واتاكدت، تشات جي بي تي قال لي كده، الناس اللي حواليا قالت كده، شفت فعلا على مواقع التوظيف ان المرتبات كويسه، الفرص موجوده، والمجال بيقولوا على الانترنت ان هو هيزيد لغايه 2030 او 2032. معناها لو انا خلصت سنه 2025 انا مش متاخر. قدامي لسه 5 6 سنين قبل ما شفت لحاجه تانيه. فهو العيب دايما على المتلقين، واللي انا شايفه ان الناس هنا بتسمع وبتامن بحكمهم على ان الشخص دوت، اه والله ده لابس كويس، ولا حاطط جل على شعره، ولا عنده 100,000 متابع على اليوتيوب. لا، في افاقين كتير عندهم ملايين متابعين موجودين على اليوتيوب. وايه دايما المحتالين دايما والكلام ده كله، ان هم بيعرف يقنع اللي قدامه، بيعرف يضحك على اللي قدامه، وبيعرف يقدم نفسه بشكل كويس لقدامه. فلو انا باخد نصيحه غلط من حد وبمشي عليها ولبست في الحيط، ما لومش الشخص الغلط. اه ممكن اشتمه والعن فيه، بس في 50% من الخطا على الاقل ما كانش اكتر مننا، ان انا مشيت في الموضوع وخلاص. والعكس بالعكس برضه، ممكن يكون حد بيقول لي حاجه صح، اقول له يا عم انت مش فاهمك، انت ما عندكش الا 5,000 واحد على اليوتيوب، انا بتكلم مع واحد عنده 50,000 على اليوتيوب وبيقول انك انت حمار. خلاص يبقى انت حمار، هو صح. فشيء عجيب والله العظيم، انا بشوف حاجات عجيبه في وطننا العربي، والواحد ما بيتعجبش ان احنا حال امتنا او وطننا العربي بالشكل ده. لو الناس السواد الاعظم، طبعا الواحد ما بيقدرش يعمل، السواد الاعظم منهم بيفكر بالشكل دوت، وبنقدر يعني الناس بيسوقونا زي ما هم عاوزين من غير ما نشغل مخنا، طب نلومهم ليه؟ نلوم الناس يسوقونا ليه؟ بالنسبة للدراسة يعني والكورسات مع حضرتك كده، أنا مثلا هدفي إن أنا مش عاوز أروح أشتغل في شركة، أنا عندي شغلي ولكن حابب إن أنا أدخل المجال ده، بس الحاجة الوحيدة اللي متاحة قدامي هي الفريلانس عبر الإنترنت، بس ما أعرفش إزاي. فحضرتك هل عندك اقتراح أو طريقة الواحد يبدأ يغير طريقة تفكيره بيها أو مصادر أو حاجة بحيث إن هو يقدر يسلك سكة البحث كفريلانس في مجال الكلاود؟ يعني المفروض الطريق الصح إيه، أو اللي الواحد يعمله إيه يعني؟ حته الفريلانس لازم تروح على المواقع اللي مشهوره، فايفر دوت كوم، اب وورك دوت كوم، في موقع اسمه توب تالنت يعني. وبتبدا فيهم انك انت بتنزل سعر الخدمات بتاعتك في الارض، وبعدين بتاخد عميل اتنين تلاته بيدوا لك فيدباك كويس، تبدا ترفع تدريجيا. لما الناس بتخش كده تلاقي انك انت عندك مثلا 300 400 عميل مدين عليك فيدباك 5 من 5، ده لوحده بيشجع الناس ان هي تتعامل معاك، بس ده بياخد وقت. دي حته الفريلانسنج بس، يعني الفريلانسنج وانك بتبني خبره في الفريلانسنج. فدي اماكن كويسه. توب تالنت دي شركه موجوده في امريكا، ما عندهاش، بتعمل 100 او 200 مليون دولار في السنه، وما عندهمش مكتب. الشركه ديت بتعين، يعني مثلا بيقولوا عاوزين مبرمج، او عاوزين حد بتاع كلاود، او عاوزين حد بتاع ديف اوبس. بياخدوا الناس، بياخدوا احسن 3%. وبعدين هم اوريدي معروفين لفيسبوك والجوجل والكلام ده كله، بيبقى بيشتغلوا معاهم بروجكتات قصيره، يعني بروجكت مثلا 6 شهور، فمش مستاهل ان فيسبوك يروح يعين ناس عشان الكلام ده. ما عندوش مشكله خالص انه يدفع 200 300 دولار في الساعه للشركه ديت عشان تجيب لهم الريسورسز الصح. فالشركه دي يعني اللي بيوصل انه يخش جواها، خلاص انت عندك شغل بقى فريلانسنج وانت مرتاح، يعني ما عندكش حاجه، ولكن بياخدوا العتاوله. فدول مش هينفع يبقى البدايه. ممكن بعد ما انا اظبط اموري واظبط نفسي واخد خبره شويه على فايفر دوت كوم. بس فايفر دوت كوم دي مقاطعه طبعا دلوقتي، شركه اسرائيليه. في اب وورك دوت كوم، اب وورك دوت كوم، فممكن تستعملوا الموقع دوت. في فريلانسر دوت كوم، في مليون موقع، يعني انت لو دخلت على جوجل فريلانسنج ويب سايت هتلاقي كتير منهم موجودين. وفي طبعا اللي هي بتبقى ريموت جوبز، بس ريموت جوبز يعني بقت قليله شويه، ويمكن تزيد مع الوقت مع شح الناس المؤهله. وكمان لو حصل ركود
زي ما هو متوقع او مشكوك فيه يعني في امريكا وفي اوروبا، اظن ان هيلجأوا الى الاوت سورسنج كتير، فساعتها ممكن تزيد المصادر تاني. فهو اي من دول بقى، اي حاجه من دول يعني انت محتاج تجرب وهتاخد وقت. الفريلانسنج عشان يبقى عندك بروفايل قوي والناس بتجيلك بالريفيرالز، يعني بيقولوا حد بيقول ان محمد ده ممتاز اشتغل معاه في الحته الفلانيه، هتاخد وقت شويه. طب بس حضرتك دي لو حاجات هتبدأ اللي هي متاحه السكة للناس تانية، كلها يعني. حضرتك لو هتبدأ السكة تانية يا باشمهندس علشان تكون مؤهل ومتميز عن اللي موجودين، هيبقى المايند سيت بتاعت حضرتك إيه؟ ان انا لازم افهم الحاجات كويس جدا، لازم اعمل الهاندز اون كله كويس جدا، لازم اخد الشهادات المؤهله للمجال، اوصل لمستوى اعلى من مستوى السواد الاعظم من الناس، واكون بشتغل بروجكت كتير جدا. يعني لازم ابحث عن مصادر كتيره، اعمل اطبق الحاجات دي، وابقى يعني بالظبط ان لو جيت حد كلمني يعني قد ما عايز يقعد نص ساعه، ساعه، ساعتين، ثلاثه معاك، انا هقدر اجاوب على الاسئله اللي انت بتتكلم فيها. لا مش فاهم يعني ايه حد يقعد معايا نص ساعة. في المقابله، في الانترفيوز، في التكنيكال انترفيوز، انك انت تبقى متمكن من حاجه، انك انت كونفيدنت تشتغل، في تتحط في اي مقابله، تتحط في اي مشروع، وانت تقدر تدلي بدلوك بشكل كويس، ويبقى ليك فايده في المشروع او ليك اضافه في المشروع. في ناس بتتكلم ان طبعا انت اتكلمنا عن تقسيمات الكلاود، البرايفت كلاود والبابليك والهايبريد والكلام ده. ففي ناس بتقول يعني مثلا لو كان البابليك كلاود هو سكيور والدنيا كويسه فيه والناس كلها هتتجه ليه والعالم كله هتتجه ليه، ليه المؤسسات اللي هي الحساسه شويه زي البنوك وزي بتعمل برايفت كلاود ما بتقدرش تطلع على الكلاود؟ عشان يعني حساسيه، بص هو حاجه من اتنين، اولا حساسيه المعلومات بتاعتها، فما ينفعش ان ياخدوا مخاطره حتى لو كان الاحتمال واحد في المليار. فده دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا قد نكون ان كل الداتا ديت هم عندهم في حنفيه خلفيه بيقدروا يراقبوها كلها، وده سبب ان امريكا بتتخانق مع الصين على التيك توك، ان اللي عنده معلومات الناس واللي عنده الداتا بتاعت الناس هو اللي مسيطر على العالم. فانا لو تسالني انا شخصيا، هل في طرق تكنيكال قد يكون ان امازون واجر وجوجل دول كلهم، ان لو الحكومه الامريكيه مثلا طلبت منهم حاجه او تحري عن حاجه معينه هيعترضوا؟ انا ما اظنش انهم هيعترضوا. تمام. يعني فحته ان هم برضو ان هي عندهم سكيور حق وان ما يعني. فيش حد يخترق، ممكن من بره، لكن من طب انتوا هل في عندكم حد بيخترق؟ احنا اللي انا لا عاملينها، اثق في الناس فاكيد دي ابدا يعني يعني، هتاخد انا لا معاك. اثق في الناس دول ابدا يعني. يعني انتوا شايفين الدنيا ماشيه ازاي. فهي الحته بتاعت طبعا التكنولوجيا طالما انت ما بتصنعهاش من الالف الى الياء، لا، انت معناها مخترع، توقع، معناها توقع ان يعني انت الترانزستور كده كله على بعضه مخترع. بيبقى مثلا سنتي في سنتي، فانت سنتي في سنتي دي في دوائر معقده جدا، فانت لو ما تعرفش دي ايه، ممكن تلبس في الحيط يعني. سؤال اتفضل. اخير معلش، هطلب منك طلب، يعني ليه حضرتك ما تعملش كوميونتي؟ في ان انا عارف ان في موجود على الويب سايت والكلام ده حاجه اسمها المنتور، يعني فاهم، لناس معينه بتدفع فلوس معينه بعيدا عن الكورس والكلام ده كله، يعني كاستشاره، ككورس برضه، يعني كلايف ستايل يعني في الحياه، المايند سيت والمنتاليتي بتاعتك والكلام ده كله، يكون في استشارات في الوقت ده، يعني الكوميونتي شكلك ما الخاصه بصيتش دي. على كل الفيديوهات اللي على القناه، لو بصيت على الفيديوهات على القناه هتلاقي في حاجات كتير جدا بتندرج تحت اللي انت بتقوله ده. يعني قصدك موجودة يعني اونلاين على طول، يعني بعيد عن الكورس، يعني الحاجة دي المفروض تكون اليوتيوب، يعني كده منفصلة. اليوتيوب موجود فيديوهات، ان لو اي حد عاوز يعمل تحول مهني ايه بالظبط الخطوات، ايه الحاجات، تهيئ نفسك ازاي للموضوع. لا انا لو حد فاهم، قال هي لك لا انك انت لازم تكون ديفلوبر، انا شفت الفيديوهات دي يا باشمهندس. انا قصدي يعني ان انت تكون انت تعمل حاجة دي ويعني والناس تتابع معاك طول السنة، ويكون في ابديتس، يكون في حاجة جديدة انت تتابع معاهم، هي يكون في استشارات كل فترة المشكلة والله في وهكذا الموضوع يعني. دوت، ان اليوم 24 ساعة بس. هي دي المشكلة يعني. لا هو مش كل يوم، هو القصة كلها مش ان انت تكون انت تتابع مع لا الناس دي كل يوم دي يا عم. ان شاء الله يعني، هو في نية لسه يعني مش مؤكدة، بس انا بفكر فيها جديا، ان يبقى في لقاء للناس المشتركين، مثلا لقاء مرتين في الشهر او مرة شهري في الشهر، مثلا او حاجة زي كده. يبقى لقاء بس ان احنا بندردش. انا مش مهندس، انا محبط ومش قادر اذاكر ومش بفهمش وسبت الحاجات ديت ومش عارف اركز، مش عارف اجمع، ما بفهمش، مش عارف اروح فين، طب انا دي الخلفيه بتاعتي يعني، تبقى دردشات في اطار الكارير او في اطار اللي احنا بنتكلم فيه، ويبقى مش شرط ان انا اكون عارف كل حاجه، بس قد ممكن اقول له طب لا انت يعني، انا اعتقد من المنطق انك انت تعمل 1 2 3 4، حد يقول لي والله انتوا الكورسات بتاعتكم ديت ممتازه، واحد يقول لي انتوا عالم بهائي ما بتفهموش حاجه يعني، يبقى في يعني زي ما بنقول كده، ان هو يعني قاعده كده، قاعده وناسه
ندردش فيها تمام في الحاجات، تبقى ساعة أو ساعتين بالضبط. ثلاثة زي ما تكون، مرة في الشهر بس عشان الناس تحس إن هي مش لوحدها يعني. كمان دي كتير مهمة، إن حتة السيلف ستادي وأنا بذاكر مع نفسي ومش شايف حد وما بكلمش حد، دي بتخلي المشوار نعم صعب شوية. يا ليت تعملها يا مهندس. تمام يا ريت. فدي أنا أقول لك يعني دي إن شاء الله إحنا بنفكر فيها جديا، وبإذن الله نبقى نعملها ونثبت ميعادها، أو حتى ممكن يعني أنا دايما بفضل الزوم، بس هي يعني عشان توصل لناس أكتر بيكون أفضل ستريمنج على اليوتيوب. ولكن تعمل ستريمنج بتلاقي إن الناس بتبعت لك تكست، يعني الناس مش عارفة تتواصل زي ما إحنا بنتكلم كده يعني. أعتقد التواصل ده بيزود الحميمية، بيزود دفء الاجتماع يعني، بيخلي الكلام طب يوصل رأي أفضل يعني. لا، يا ما هي باشمهندس ممكن تكون مع بعض يا باشمهندس، وبعد كده انت تعملها ريكورد انا وتترفع مش على رايح، اليوتيوب لا لا يعني، انا الناس بسمع اكيد درس، هتستفاد. طيب بسمع درس. ماشي ساكن احنا ممكن اضرب اي يعني عربية. انا بفكر ان احنا يعني نعملها ونسميها دردشات يعني. تفضل يا احمد. انا مشترك في البرنامج، تمام. بس انا عايز اتارجت السيرتيفيكتس المهمه في الكارير ده، في الحته دي. انا عندي باك جراوند في الاي تي، انا شغال في الاي تي اصلا، بس يعني عايز ابقى فوكس ده اكتر على السيرتيفيكتس المهمه، يعني في الكوبرنيتيز مثلا، في الاي دبليو اس، في هل مهم ان انا اخد، يعني ايه الحاجات اللي انا ممكن اركز عليها كسيرتيفيكتس ان انا ابقى سيرتيفايد بجانب النوليدج، بص على بحيث الفيديو ان اللي انا في اعمل الشات، يعني بص على الفيديو اللي في الشات يا حماده، الفيديو اللي انا بعته في الشات ده خطوه بخطوه مع ايه هي الشهادات اللي موجوده. انا بعته برايفت، خليني ابعته لكل واحد. ممكن اقول حاجه يا جماعه بالنسبه لخطوط الكورس. انا معلش بعد اذنك مهندس، يعني بعد اذنك انا استاذ محمد، انا قطعت ايه قطعت كلامك معلش. انا بس اقول حاجه بسيطه وافصل اتفضل المايك اتفضل. عادي. الله يبارك. بصوا يا جماعه، انا مشترك في الكورس الذاتي. انا خلصت الحمد لله الاي دبليو اس بتاعت المهندس، والله العظيم اقسم بجلال الله. وانا هقول لكم حاجه، ومش عشان خاطر المهندس عيسى وكلام من ده، اقسم بجلال الله يا جماعه، الفيديوهات في قمه الروعه، في قمه البساطه. انا حاسس ان انا هقول مثلا خدت مثلا في الكلاود، خدت فيها حوالي مثلا هنقول مثلا 80% 90% بالظبط، فاهم كل حاجه في الاي دبليو اس. والله العظيم ما بضحك يا جماعه بصراحه يعني. وحاليا داخل على لينكس، داخل على الباش، والباقي ان شاء الله باذن الله هيخلص ان شاء الله باذن الله على طول. فالكورسات والله شهاده لله، والله يا مهندس مش عشان خاطر حضرتك، والله يا جماعه ممتازه 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 ممتازه. بتفهمك، مش هقول 100% من الحاجات اللي موجوده على الاي دبليو اس، لا بتفهمك هنقول مثلا 90% 95% من الحاجات اللي موجوده. ودي شهاده انا اشهدها قدام ربنا بخصوص الكورسات دي، اقسم بالله. فربنا يبارك فيك يا مهندس ويحفظك ويصل لك الله امرك يكرمك، وحالك يا رب. ربنا يبارك فيكم يا رب ان الله شاء يبارك الله. فيك. اتفضل يا ابراهيم. معلش بخصوص، انا بعرف شباب هنا وبنات من جمهورية مصر العربية، ومن سوريا، ومن من السودان، فعرضت لهم الفكرة بتاعتك، وفيهم اللي في مجال الكمبيوتر والعموما يعني، فهم متوجسين خوفا من انهم يخشوا البرنامج ده. يعني ده طرحي مني لهم، قلت لهم اخواننا والله يعني في باشمهندس عيسى ده عنده، ورسلت لهم الفيديوهات، قلت لهم انتوا بس شوفوا الفيديوهات دي وبعد ذاك يعني خشوا في البرنامج. ففي هنا اللي تخوف وقال لي لا ده دي فلوس كثيره ودي ما فلوس كثيره، قلت لهم انتوا شوفوا الموضوع ده وهم دايرين يشتغلوا. وانا واحد من الناس اللي في البلد دي، جيت يعني ضيف وطالع منها، لكن سبحان الله بقيت قاعد فيها لسبب او لاخر، والحمد لله وشكر لله وذلك الفضل من الله اني اتعرفت على شخصك الكريم، الله ويعني يبارك فيك. انت فتحت لي افاق يا باشمهندس انا لم احلم بها والله، والله الله ذلك يبارك الفضل من الله. ربنا يجزيك كل خير ويجزي وياك يا رب. يعني تيمك كل خير. ويعني بس انا دايرك تنصحني ان انا لو يعني في المقابله اقدمها لهم، او نصيحه اقدمها لهم انهم هم ممكن يخشوا البرنامج ده، كيف يعني هو يعني بص يا كده. ابراهيم، اهم حاجه في الموضوع، انا كنت عامل فيديو عن الموضوع ده، يعني المقدمه نعم نفسها دي موجوده على اليوتيوب، يعني نفس اللي احنا بنتكلم فيه دوت موجود على اليوتيوب. مقدمه اللينكس موجوده على اليوتيوب، ان شاء الله هتكون في مقدمه للاي دبليو اس موجوده على اليوتيوب.
مقدمة الجيت والجيت هاب موجودة على اليوتيوب، فالحاجات دي كلها تمام. موجودة. فهم يعني أفضل شيء إن الواحد يعني خايف ولا مرعوب إن يشوف الفيديوهات، يحس إن المجال ده مناسب ليه ولا لأ، هيفهمه ولا مش هيفهمه، حبه ولا مش حبه. وبعدين هو حر، يعني الفكرة كلها إن المجال ده مطلوب، الموضوع مش عشان دولفين، مش عشان الشركة بتاعتنا. الواحد أهم حاجة في الموضوع إن الواحد إذا كان عاوز يطور من نفسه يدور على حاجة يستثمر فيها، زي بالظبط أنا بقول أنا عاوز أشتري أسهم في البورصة، أنهي سهم اللي أشتريه عشان هيكسب؟ بروح أسأل الناس وبحاول أتعلم التحليلات وأشوف الشركة وضعها المادي وتاريخها والكلام ده كله، وبعدين بستخير وبتوكل على الله. فهو المهم إن يكون تمام الواحد بيطور نفسه، يدور. يعني احنا قلنا الفيديوهات عن المجال وكيف الواحد يفكر في التطوير المهني وازاي الواحد يهيئ نفسه واسرته واللي حواليه عشان الكلام دوت، وايه الحاجات اللي الواحد يعملها. البدايات دايما هتكون صعبه، الواحد يطول باله. فالحاجات صحيح. دي موجوده، المهم ان الواحد ما يكونش في مشكله او في محنه ويفضل قاعد في مكانه ويقول لا والله ده مبلغ كبير، لا انا خايف من الحته ديت، لا انا مش واثق في دوت. او بعدين والعمر اللي بيروح، يعني دوت الوقت اللي بيروح ده مش بفلوس. شوف يا ابراهيم، يعني هو في الموضوع دوت الخليج عموما او العالم كله حتى الشغل ليه دور، يعني العلاقات ليها مهم دور مهم في الموضوع، اللي هو النتورك يسموها، انت تعرف مين ومين يعرف ان في المكان ده، وهيقدر يحطك في قدام المقابله مع الشخص الصح بدون ما يكون في عنصريه والكلام ده كله. التقديمات العامه والحاجات دي كلها دائما يعني غالبا هتنتهي زي ما حصل معي. التقديمات العامه يا اما مش هيردوا عليك، يا اما هيردوا عليك يعتذروا، او انك انت لو رحت على المقابله هتكون شركه فيها يعني بيعاملوك على انك انت جاي من بعض الدول اللي لو اديتهم 2000 3000 درهم ممكن يطلعوا يتحزموا ويرقصوا. لا حول ولا فده قوة إلا ده بالله. واقع، ده واقع. ولكن النتوركينج يعني في الخليج مهمه. سوق الامارات يعني مقارنه مثلا بسوق السعوديه محدود جدا، فالعلاقات كتير مهمه. يعني انا عارف انه دايما ما شاء الله الجاليه السودانيه انتوا عندكم نتورك موجوده، فهذه لازم تستغلها تمام، لازم تمام تستغل النتورك دي، لان دي هتسهل عليك امور كتيره، مش عشان انت بتاخد حاجه مش من حقك، بس انت عشان توصل انك انت تقيم بالشكل المناسب وان يكون والله السكه بشكرك، مفتوحه ما يكون في اجنده. يعني ما قطع علي كلامك، لكن والله انا من الاشخاص اللي ما بحب التطبيل، ما بحب التطبيل، لا لا لا، وكثرتني انا ما قاعدين. اقول التطبيل، انا ما بقول لك تروح للتطبيل ولا خد حاجه مش من حقك. انا بقول لك انت عشان نعم توصل انك انت تاخد حقك في موضوع الشغل وتتاح لك الفرص بدون عنصريه وبالمساواه، محتاج انك انت تستغل الشبكه السودانيه اللي موجوده في البلد. ده ضروري جدا، والله دي وده مش نصيحة غلط، خدتها وده مش على غلط على فكره، وده مش غلط، لان يعني نتكلم على ان ده الوضع اللي موجود. فانت كيف تتعامل مع الوضع اللي موجود؟ ممكن تقول لا انا مش هعمل كده، انا هضل ادور على مواقع التوظيف، ولما الاقي حاجه اقدم عليها هتكرر المواقف اللي زي كده كتير. فدي نصيحه، لانه انا اشتغلت في الامارات فترات طويله جدا لما كنت موظف، يعني كلهم نعم. كانوا علاقات، كلهم كانوا علاقات، ما في ولا شغلانه، وكانت شركات كبيره يعني سيسكو ولا اي بي ام ولا غيره، كلها علاقات. أصدقائي اللي كانوا معايا في مصر طلعوا دخلوا في المكان، واحد يجي يمشي يقول لك عيسى تيجي معايا، تيجي بدالي، يلا أجي بدالك، كلنا في نفس المجال. هي بقت زي الموضوع إنه هو عارف اللي هو الكراسي الموسيقية، واحد بيتنقل والتاني وراه، بيتنقل والتاني وراه، مش يتخيل. فالنتورك دي موجودة، إحنا بنتكلم على النتورك المصرية تعتبر محدودة يعني نوعاً ما. فكر بقى في النتورك الهندية 20 ضعف حجم مبالغة. السوق في الـ يعني دلوقتي لو تتكلم على اكبر حجم سوق في الوظائف في الاي تي السعوديه. ولكن برضه لو رحت قدمت من نفسك هتلاقي نفس الشيء، هيقول لك لا والله السن كبير، هيقول لك لا والله الراتب 1000 ريال، مش عارف، هتمر على الحاجات دي. السلام عليكم، ان شاء الله تكون الاسئله ديت مفيده، يا ريت تقولوا لنا في الكومنتات اذا انتم مستفيدين من الاسئله ديت اللي احنا بنحطها اللي بتحصل في جلساتنا الحيه او في البودكامبس بتاعتنا والكلام ده كله، بحيث ان احنا ننشر الاسئله والاجوبه اللي عليها. فلو مفيده قولوا لنا عشان نستمر، وما تنسوش نشترك في القناه، نفعل الجرس، وتدونا لايك عشان الفيديو يوصل للناس كلها. شكرا ونشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.